هل تعتقد أن إسرائيل من الممكن لها مع ترسانة الطائرات الذخيرة والأسلحة والإمكانيات الاستخبارية ممكن أن تستهدف الشحنات الروسية التي تصل لإيران؟ الكثير من التقارير جاءت حول هذه المسألة في الأسبوعين الماضيين عن طائرات شحن عسكرية روسية تصل إلى إيران، وتحدثت أن هنالك فعلا أنظمة تشويش وقدرات عسكرية، بعض الشكوك وضعت على منظومة الأس 400. هل ترى أن إسرائيل قد تدخل بهذا المطاف أو بهذا المجال أو بهذا المنوال بضرب الشحنات الأسلحة الروسية تحديدا التي تصل لإيران؟ هل ترى هذا الخط حاضر أصلا على واقع الأرض؟ لا، أنا ما بتصور إسرائيل راح تضرب أي شاحنات روسية، وإنما بتضرب إذا كانوا وصلوا صاروا ملك الدولة الإيرانية بتضربهم هنالك، لأنه كمان ما بدها تجر الولايات المتحدة بمعركة ضد إيران وضد روسيا داخل إيران، لأنه بالفعل بنكون انطلقنا بأزمة ربما صارت عالمية، وهيدي بدنا نتفاديها وإسرائيل بدها تتفاديها والولايات المتحدة وحتى روسيا. بقى مثل ما تكلمت قبل قليل بأن روسيا موجودة بسوريا لها من سنة 2014، ومن سنة 2018 عطيت مجال لإسرائيل تضرب بقلب سوريا بدون أي رد من الوحدات الروسية الموجودة ضمن سوريا على إسرائيل. هذا يعني شيء واضح، التنسيق الروسي الإسرائيلي، فليس من مصلحة إسرائيل أن تقصف أي مراكز أما شاحنات سلاح تابعة للروس ضمن إيران.